رجعنا لكم مستمعينا دائما من خلال فقرتنا المتنوعة وفي موعد ثابت كتحضر معنا خبيرة الشعر والتجميل حورية شويخ. أهلا بك حورية. صباح النور. مرحبا بك. صباح الخير. الله يبارك فيك. الحمد لله. تحية لك ولطاقم برنامج وكل مستمعين. شكرا لك. ديال ميد غادي. مرحبا بسلامك. داخل الوطن وخارج الوطن. الله يبارك فيك. شكرا لك بزاف حورية. اليوم غادي نعرفوا معك كيفاش نحميو الشفتين ديالنا من تشققات. وكان ديجا تساؤلات كثيرة على اساس انه الشفتين باش نزولوا ديك الزروقه باش نحسوا انه الشفتين ديالنا فيهم واحد اللون الوردي اللي كيعجب كل السيدات وكل الفتيات. فاليوم نتكلموا على كيفاش نحميو اولا الشفتين ديالنا من تشققات. فنعرفوا شنو هما الاسباب ديال هذوك التشققات اللي تيجيو في الشفتين. عاد ديك الساعه نمشيو للحمايه ونمشيو كيفاش يعني نحاولوا اننا نجملوا الشفتين ديالنا ودائما بمواد طبيعيه كيف ما عودتينا. بالفعل سناء غالبا حنا النساء والفتيات كيبان عندهم شي حاجه على الوجه ديالهم ولا الشفتين كيولي واحد الحاجه كتقلقهم وكيوليو يقلبوا على العلاج يقلبوا على اي حاجه مهم باش يتخلصوا من داك المشكل اللي عندهم وخاصه كتبان بعض الاعراض. جفاف الجلد هضرنا عليه. دابا غنتكلموا شويه على جفاف الشفتين لان الشفاه من الاعراض اللي كيقدر تعرض لها كاين الزروقيه وكاين القشره اللي كتكون بحده على الشفتين. وبعض الفتيات كيلتجؤوا بعض العلاجات الكيماويه اللي كنقول انا بعض العلاجات اللي كياخذوا في مثل بعض الكريمات اللي كتكون فيها بعض المواد اللي كترطب وهي كتكون في نفس الوقت مضره. هنا كنصح الفتيات والنساء انهم ياخذوا واحد العلاج اللي هو طبيعي دائما وفي ذاك الحاله محتاج الشفتين ذاك التقشير ديال الشفتين محتاج المرطبات الطبيعيه. وقبل ما نلتجؤوا للمرطبات الطبيعيه يعني ملي كيكون عندنا التقشير ديال الشفتين كيكون مشكل داخلي عضوي ولا بعض الامراض العضويه داخليه اللي كتعطينا داك الجفاف ديال الشفتين. وبعض الناس خاصه الناس اللي عندهم مشكل في الجلود ديال النيف يعني ملي كيكون عندهم ضعف التنفس من النيف كيتنفسوا غير من الفم ديالهم يعني داك الهواء كينشف الشفتين. كذلك بعد الاخذ بعض الادويه الادويه اللي فيها مواد كيماويه كذلك بعض الامراض العضويه اللي هي كتقدر كتسبب لنا في هذا الجفاف ديال الشفتين. هنا اولا دائما انا كنصح دائما والمستمعات متعهدين في هذه النقطه هذه ان كنصح دائما في استشاره طبيه باش كنعرفوا المشكل بالضبط فين كاين وكنعالجوا. حنا الا كان مشكل بسيط كنعالجوا بوصفه طبيعيه واقنعه وكذلك بعض هذا الكريمات اللي كنوضعوها تكون طبيعيه وكتعطي نتائج 100%. بعض المرات النساء الفتيات كيكون عندهم ديك الزروقيه ديال الشفتين وكيديروا بعض العكوره يعني داك احمر الشفاه كيكون فيه بعض الكحول وداك الكحول كتزيد تنشف لنا الشفتين ديالنا وما كتخليهمش يخدموا يعني يتنفسوا بطريقه طبيعيه. كذلك بعض قله شرب الماء هذه من بين الحوايج اللي كتعطينا هذه المشاكل ديال جفاف الشفتين. كذلك وضع احمر الشفاه وكنخليوه يبات على الشفتين ديالنا حتى الصباح وهذا غلط لان الشفتين محتاجين حتى هما لواحد الكمادات في الوجه وفي الجسد ترطيب بالزيوت الطبيعيه بالعسل يعني هذه كلها ان شاء الله غادي نعطي الوصفات وغادي يلقاو استحسان. عاد بالاضافه لانه كاين بعض السيدات ولا الشابات اللي مثلا كيلقاو واحد شويه القشره مثلا في الفم ديالهم كيحاولوا انهم يجروها فعلا حتى انهم كيجروها حتى كيوليو يعني سيلا الدم للاسف. كاين بعض السيدات كذلك اللي عندهم ديك العاده على اساس انهم دائما اللعاب ديالهم يعني كيوصلوا حتى الفم وكنعرفوا ان اللعاب تيكون فيه يعني بعض الحمضيات فحتى هادو بعض الامور اللي يعني كتقدر تسبب هادوك التشقق الشفتين. هاد النقطه اللي شرتي لها كاين اللعاب ولا الجفاف ديال الفم ديك اللعاب اللي كيكون طبيعي عندنا اللي كيعطينا الليونه الشفتين ديالنا ما كاينش ولا بعض المرات معجون الاسنان لان غالبا بعض الفتيات كيلتجؤوا لمعجون الاسنان واللي كيزيد نشف الشفتين لان هنا اللي كتكون هاد الاعراض خصنا نحتاطوا ما نتعاملوش يعني طريقة يعني غير هكاك خصنا نتعاملوا بحذر اللي كيكون هذا المشكل هذا اولا نعرفوا شنو عندنا حنا واش التغذيه ديالنا سليمه
واش حنا الجسم ديالنا فيه الكافي من الفيتامينات والاملاح والدهون الطبيعيه اللي كتخلينا دائما المناطق في الجسم ديالنا كلها رطبه ولينه. هاد المسائل هذه كلها خصنا نعرفوها عاد نلتجؤوا للعلاجات، لان بعض المرات الفتاه كيكون عندها داك الشفتين ديالها كتقشر، كتنوض في الصباح كتلقاها كتقشر يعني كتقشر هي بالاصابع ديالها. اولا كتزيد تحد من المشكل، وثانيا كتعالج بواحد المشكل اللي هو كدير واحد الاحمر الشفاه اللي كيكون فيه الكحول، وديك الكحول هي كتزيد تنشف كذلك الشفتين ديالها. هنا الناس اللي عندهم هذه المشاكل هذه، اولا التشخيص الطبي دائما خصو يكون حاضر باش نعرفوا المشكل بالضبط فين كاين، وثانيا عندنا الشمع ديال النحال، عندنا الزبده بلديه، كاين العسل، كاين الباربه، كاين الجزر، هادو كلهم غادي نوظفوهم في الاقنعه وفي الليل قبل ما ننعسوا. دائما كيحتاجوا الشفتين ديالنا الكمادات اللي هي غنعطي واحد الكمادات طبيعيه 100% وكتعالج المشكل. كناخذوا زريعه ديال القرعه الحمراء، يعني زريعه ديال القرعه الحمراء كنطحنوها، كناخذوا منها جوج معالق كنديرهم في واحد الانيه ديال الزاج، كنديروا جوج ورق ديال الكرومب، اوراق الكرومب كنقطعهم طرفات صغار كنديروا مع ديك الزريعه ديال القرعه الحمراء، كنكبوا كاس ديال الماء طايب ونخليوه نغطيوه ونخليوه في اللي ملي كنجيو نعسوا كنديروا واحد الكاس ديال الماء دافي، وداك المكونات اللي عندنا ديال الكرومب وديال القرعه الحمراء كنديروا قطن كنديروا في ديك الماء بارد ونديروه على الشفتين ديالنا، وخاصه داك الماء بارد الماء السخون نقدروا فيه نديروا الماء ورد، كنديروا كمادات من بعد كنحيدوا وكنديروا كمادات من الزريعه ديال القرعه والكرومب، كنبقاو نديروا 10 دقائق ب 10 دقائق 5 دقائق 5 دقائق، ومن بعد كيكون عندنا واحد الخلطه طبيعيه اللي هي معلقه ديال العسل الحر وجوج معالق اما ديال عصير الباربه ولا عصير الجزر. معلقه ديال العسل الحر ولا جوج معالق ديال عصير الباربه معلق صغار ولا عصير الجزر، وكنضيفوا معلقه ديال زيت الزنجلان ولا زيت الكاوكاو، هادو الزوج كنخلطوا هاد المكون وكنديروا واحد القطن وكندهنوا الشفتين ديالنا وننعسوا. يعني هذه طريقه صحيحه باش كنعالجوا هاد المشكل ديال الجفاف الا كان مشكل فقط خارجي وبعض المعامله اللي كنتعملوا حنا مع الشفتين ديالنا. كاين بعض الجلوس يعني طبيعي اللي هو ملين ديال الشفتين، كناخذوا زريعه الكتان، يعني كناخذوا واحد الكميه نص كاس ديال زريعه الكتان كنطيبوه في كاس ديال الماء، من بعد كنصفيو ديك الماده الهلاميه وكنضيفوا عليها تقريبا جوج معالق ديال زيت اللوز، وكنخليوها جوج معالق ديال زيت اللوز وتقريبا واحد ثلاثه المعالق ديال الشمع ديال النحل. كناخذوا ديك الشمع ديال النحل كندوبوه في باماغي مع ديك الزيوت مع الزيت، ومن بعد كنخلطوه مع زريعه الكتان، وهذا واحد الكلوس كنديروه. الا بغينا نديروا اللون كنديروا واحد المعلقه ديال عصير الباربه كيعطي واحد اللون وردي للشفتين، وكنبيتوه دائما على الشفتين ديالنا، واخا كنخرجوا ما كاين حتى شي مشكل وما كيكونش عندنا مشكل. على ديك الباربه، ويعني بالنسبه يعني المرطب طبيعي للشفتين ديالنا شنو هما الاضافات اللي ممكن نضيفهم؟ حتى فوق ما تكون عندنا مثلا الباربه في الثلاجه سلقناها درناها عصير وكلينا منها وبقى واحد الطرف مثلا بغينا نحافظوا به على الجمال ديالنا وخاصه على الجمال الشفتين، كل مره تيكون عندنا مكون كتكون عندنا القاعده اللي هي مثلا الباربه، فباش ما تكونش ديك الحيره عند السيدات يحيروا مثلا ويبقاو في وصفه وحده، شنو ممكن الاضافات؟ الزبده البلديه، مره الزبده البلديه، كاين زبده الكوك. أيه؟ يعني زبده الكوك راه معروف السيدات كيفاش كنخرجوها، وكاين الشمع ديال النحل، وكاين زبده الكاريتي اللي هي موجوده في الاسواق، ودائما هاد المكونات ناخذوهم اماكن اللي هي معروفه، وخاصه زبده الكاريتي ناخذوها من الصيدليه من الاحسن، لانها كتبع دابا في العلاب واللي هي ما فيهاش الشك، يعني كنستعملوها وحنا يعني وحنا هانيين مطمئنين مطمئنين. الزبده البلديه ولا زبده الكوكو ولا شمع ديال النحل ولا زبده الكاريتي، هادو كنخلطوهم مع المكون، واحسن حاجه هي القشور ديال الباربه، يعني القشور ديال الباربه من هما مهم من دائما نقيو الباربه مزيان ونقشروا القشور ديالها ونشفوا ونطحنوهم، هي مكونات اللي كنضيفوها على هذا الاحمر الشفاه، وكذلك بعض المرات كنديروا الفاجو بالبربه. غادي نعطي ان شاء الله المقادير ديالو اللي لقى استحسان ديال المستمعات، كيكون ضد التجاعيد وكيعالج البشره يعني وكيعطي هذيك الحمرار الدائم. حتى انه مثلا الا خدينا بربه بالقشره ديالها مثلا بعد ما غسلناها مزيان وطحناها ونخلطوها كامله يعني بالقشره وهذا نضيفوا لها واحد من هذه المكونات ممكن يكون احمر شفاه طبيعي. هاد المكونات يعني واحد فيهم كندفيو كل مره مثلا مع الاقتراح كنديروا فواحد العلبه ديال الزاج، ملي كنبغيو الكميه كناخذوا معلقه وكنديروا ندفيوها شويه بماغي وكنستعملوها كجلوس المرطب للشفتين. واخا وبالنسبه يعني لبعض السيدات اللي كيستعملوا مثلا لافوكا والبنان او القشور ديال لافوكا القشور ديال البنان كمرطب طبيعي، هادو مرطبات طبيعيه صحيحه 100% يعني، وخاصه ملي كنديروا اضافات ديال الزيوت، يعني وخاصه الزيوت اللي كنستعملوه هنا كنديروا زيت اللوز وزيت القرقاع وزيت الكاوكاو، لان هذه الزيوت فيها احماض امنيه اللي كتجدد لنا الخلايا ديال الشفتين وكتعطيها واحد الرطوبه دائمه وطبيعيه. يعني زيت اللوز وزيت القرقاع وزيت ارغان زيت اللوز وزيت الكاوكاو وزيت وزيت اللوز
واخا هادو زيوت كتساعدنا في ترطيب الشفتين ديالنا. يعني كيف ما كتقولي دائما حريه يعني في الكوزينه ديالنا ممكن نديروا بزاف ديال الحويجات، وخاصه ملي كنكونوا يعني كنوجدوا الغداء ولا العشاء يعني كنستعملوا الخضره بكثره والفواكه كذلك. فدابا غير الى مثلا كلينا البنان او لافوكا والقشره ديالها دهنا بها الفم ديالنا يعني الشفتين ديالنا والوجه كله، حنا دابا كنركزوا غير على الشفتين والشفتين ولكن الفم كله، يعني كيعطي داك الترطيب وحتى ديك الدهون اللي كتكون في لافوكا يعني كتساعد على ترطيب الشفتين. فيها الفيتامين او هي كاين كذلك وصفه كناخذوا الجلفه ديال البنان جوج ولا ثلاثه كنطحنوهم كناخذوا ديك الماده الماء ديال الجلفه ديال البنان كندوبوا ثلاثه ديال المعالق ديال الشمع ديال النحل وكناخذوا ديك الكميه ديال ثلاثه ديال المعالق ديال الماء ديال البنان الجلفه ديال البنان كنخلطوا هاد المكونات وكتكون في الليل كعلاج الشفتين ديالها مرطب طبيعي. كاين واحد الغرغره كنديروها في الاسنان ديالنا اللي هي من زيت الزنجلان والماء ديال البربه، زيت الزنجلان والماء ديال البربه كناخذوا ثلاثه المعالق ديال الماء ديال البربه وجوج البربه اللي سلقنا فيه ولا اللي حكيناها وخدينا العصاره ديالها كناخذوا جوج معالق مع ثلاثه المعالق ولا جوج معالق ديال زيت الزنجلان وكنديروه نخلطهم بعد كنديروا واحد الغرغره للاسنان ديالنا علاج للثه والشفتين لان ديك الرطوبه كلها كتمشي للشفتين وكنبقاو بحال كنبقاو داك الغرغره كان المضمضه كنبقاو نحركوا داك الماء ديال البربه مع الزنجلان وفي نفس الوقت كنوصلوا الشفتين ديالنا للداخل حتى هي كتغذى بالمكونات. هنا كنساعدوا في الحميره ديال الشفتين وكذلك اللثه ما كيبقاش عندنا فيها شي مشكل. بعض المرات كنبغيو الشفتين ديالنا كنبغيو نقشروهم بطريقه يعني صحيحه 100% ومغذيه. نحكوا الشفتين ديالنا باش كناخذوا ديك العود الاراك كنحاولوا نديروه في الماء طايب وكندقوا كنحصلوا بحال واحد الفرشات اللي هي طبيعيه ما نحتاجوا ناخذوا الفرشه ديال الاسنان في المثل كنحتاجوا هذيك العود الاراك كنديروه في المكونات اللي هي زيت اللوز ولا زيت الكاوكاو كناخذوا ديك العود الاراك نديروه في ديك زيت اللوز ولا زيت الزنجلان وكنبقاو نحكوا الشفتين ديالنا بطريقه طبيعيه ويعني وحتى ديك الخلايا الميته كتحيد وفي نفس الوقت كتغذى الشفتين ديالنا بالمكونات وكترطب بطريقه طبيعيه بدون تخوف ولا حتى شي يعني حتى شي مشكل. يعني كيف ما قلتي يعني مقشر طبيعي طبيعي 100% وهذا ما نستهنوش بالشربات والعصائر اللي كتزودنا الجسم ديالنا بالمعادن ان شاء الله وغادي نعطيه في اخر الحصه. وبالنسبه يعني المكونات الاخرين بحال دابا مثلا زرعه الكتان وغيره يعني من بالامور اللي كيكونوا يعني مفرشين اللي كيجيو بحال الكوماج اللي ممكن مثلا نزيدوا لهم شي اضافه من الزيوت ونديروها مثلا كمقشر طبيعي للشفتين ديالنا. يمكننا نديروا الرز مطحون، يمكننا نديروا الفراره ديال القهوه، يمكننا نديروا القشور ديال اللوز. يعني القشور ديال اللوز انا دائما كنحافظ على اي حاجه استعملناها في المطبخ الا وكنحافظوا عليها. يعني القشور ديال اللوز كنشفوهم ونطحنوهم وكيكون كمقشر طبيعي كنضيفوه اضافات اللي هي اما كنضيفوها مع العصائر اما ديال الجزر اما عصير ديال الكرنب اما عصير ديال اللفت. المكونات هادو فيها واحد هاد المكونات كلها فيها الفيتامين سي وفيها الزنك اللي كيكون واحد الدور فعال في علاج هاد المشكل ديال تشقق الشفتين. يعني ملي كناخذوا هاد الكميه ديال الرز وكنخلطوه مع هاد المكونات كندهنوا الشفتين ديالنا ومن بعد كنخليوه حتى كنحسوا بالشفتين ديالنا نشفوا وكناخذوا الفرشات اللي هي عود الاراك وكنبقاو نحكوا بحركات دائريه كمقشر طبيعي وكعلاج فعال للتشققات ديال الشفتين. يعني ذكرتي الرز مطحون، يعني الرز مطحون يعني عنده واحد الفعاليه كثيره والسيدات يعني استنسوا به بزاف يعني صراحه في الوصفات التجميليه سواء على البشره وعلى تفتيح البشره، فما بالك دابا الشفتين. الرز مطحون يعني مع اي زيت مع الماء ديال الكرنب كيف ما قلتي او الماء ديال الخس يعني يساعدنا على انه يعطي داك، لانه في بعض السيدات كيكون مثلا بحال هذيك الكحوله او هذيك الزرقيه او دي طاش في الشفتين ديالهم كيبغيو انه يخففوا، بالاضافه على انهم الا داوموا مثلا على هذه الوصفات اللي كتفتح اللون ديال الشفتين وعاد داروا مثلا البربه مخلطه مثلا مع واحد من المكونات اللي ذكرتي اما زبده الكاريتي او لا زبده الكوكو او لا زبده بلديه او لا الشمع ديال النحل الا استنسوا به كذلك غادي يعني يعطي نتيجه. يعطي نتيجه. هي الاخت انا كما شفت ان الشفتين حتى هما كيتنفسوا حتى هما كيتاثروا بالعوامل الخارجيه ديال الهواء. هنا كنحاولوا دائما الشفتين ديالنا ملي كنديروا شي مكون ديال التقشير كنديروا مكون اللي غادي ينشف عليهم.
علاش ما يبقاش يعني يرطب كينشف وفي نفس الوقت كيحاول كنحيدوا الخلايا الميته. وباش كنحيدوها حنا ملي كينشف داك المكون ديال التقشير اللي هو كيكون عادي دائما التقشير كندير واحد المكون اللي كينشف ومن بعد كنرطبه بالزيوت وكنبقاو نديروا حركات دائريه راه داك هو العلاج. ملي كينشف داك المكون اللي كنديروا على الشفتين ديالنا كناخذوا داك العود الاراك هذاك هو الطريقه الصحيحه باش كنقشروا الشفتين ديالنا بدون تخوف. كندير داك العود الاراك كنغمسوه في الزيت يعني كنبلوه بالزيت ومن بعد كنبقاو حركة دائريه على الشفتين ديالنا باش كيتنفس داك الشفتين ديالنا كيتنفسوا بطريقه طبيعيه وكياخذوا المكون اللي كيساعدهم في داك الزروقيه ما كتبقاش فعلا. يعني هذه الطريقه الصحيحه. اما باش ندير انا عندي الزروقيه وندير واحد يعني واحد احمر الشفتين باش كيغطي الزروقيه ده غلط. خصنا حنا نعالجوا المشكل. يعني حنا ملي غنحيدوا احمر الشفاه غادي يبقى نفس المشكل. حنا كنعالجوا المشكل وخاص الناس اللي كيدخنوا هذا كيكون عندهم مشكل ديال الزروقيه ديال اللثه وكذلك ديال الشفتين. نحاولوا نعالجوا المشكل كنعالجوه بالوصفات الطبيعيه الخارجيه وكنعالجوه كذلك بالشربات الطبيعيه هي كمكملات غذائيه. بعض المرات الفتيات ما كيعرفوش المشاكل اللي عندهم. الام ما كتعرفش المشكل اللي عند بنتها كتكون استشاره طبيه. انا هنا في هذه النقطه هذه كنفضل ان اي عرض بان على الفتاه من الاحسن تعرضها اولا على التشخيص الطبي يكون، ولكن قبل ما تعطيها البدائل ديال الهرمونات من الاحسن تكون الطبيب ديال التغذيه يعطيها واحد النظام غذائي معين ونشوفوا التفاعل ديال الجسم ديالها واش يعني مشى ولا سليم بديك التغذيه السليمه اللي غادي يعطيها الطبيب، ولا البنت محتاجه المكملات ديال الهرمونات اللي كتكون بديله. وهنا دائما كنصح السيدات ان تكون التغذيه هي الاولى واحد المده ديال 3 شهور 4 شهور عند اختصاصي ديال التغذيه الطبيعيه، واكيد ان المشكل غادي يتعالج فقط بالتغذيه. لان ملي كيكون مشكل ضعف التغذيه وكنمشيو كناخذوا واحد العلاج كيماوي هنا كنرتكبوا واحد الغلط. خاص يكون توازن ما بين ادويه طبيه وما بين التغذيه الصحيه. التغذيه الصحيه لان البنت اللي ما كان عندها حتى شي مشكل بالفعل، لان ملي كيكون واحد العلاج كيماوي وضعف التغذيه راه ما عمرنا نوصلوا للنتيجه، ولكن ملي كيكون واحد العلاج ديال التغذيه سليم طبيعي راه نقدروا نتغلبوا على المشكل بلا علاج كيماوي. هادشي النصيحه اللي بغيت نوصلها للامهات فعلا. وقبل عطيتي يعني عكر يعني احمر الشفاه من البربه، ودائما كتنصحي على اساس انه داك الاحمر الشفاه اولا العكر فين كان في الاول وما بقاش عندنا خوا هو اللي كنخلطوا فيه كنستعملوه باش كيبقاو دائما يعني يكون عندنا عكر مثلا اللي غنديروا في المجمد ريت ما يقبط راسو مثلا وياخذ القالب ديال هذاك احمر الشفاه ديال العكر، وديك الساعه كنبقاو يعني كل مره كنديروه يعني في الشفتين ديالنا. هي الا بغينا احمر الشفاه يكون قاصح كنستعملوا الشمع ديال النحل لان كيتجمد داك اللون كيتثبت مزيان وكندهنوه. والا بغينا الجلوس يعني واحد المرطب ملين طبيعي كنديروا لهذا البيغ دو كاريتي وكنديروا حتى كذلك الزبده ديال الكوك لان هادو كيبقاو خفافين مع الاضافه ديال الزيوت كيكون داك الجلوس خفيف، وفي نفس الوقت كنضيفوا له ديك الاضافه ديال الماء ديال البربه كيعطي واحد اللون وردي. والا بغينا نغمقوه كل ما ضفنا يعني داك المكون ديال البربه كنغلقوا اللون بغينا داك اللون مفتوح كنخليوه مفتوح. هذا هما الاحمر الشفاه الطبيعي. عاد كاين واحد يعني العاده اللي هي خاطئه واللي نتمنى انك تصحيها مع السيدات على اساس انه مثلا كتكون كدير المكياج كتماكي كتمشي للشفتين ديالها مثلا اختارت هذا القلم مع هذا العكر مثلا من بعد ما عجبهاش كتمسحو بواحد الطريقه يعني بواحد الطريقه اللي شويه يعني قويه ما كنتمسحوش بواحد الطريقه اللي هي خفيفه لدرجه انه بحال هذاك الخط كيبدا بحال كيتمحى اولا كنحسو بواحد الحميره في هذيك الوقيته ولا درنا اي حاجه ما كتبانش فينا الا ما عطيناهاش الوقت ديالها. هذا سؤال مهم الاخت هنا. هنا ملي كنبقاو نجربوا احمر الشفاه على الشفتين ديالنا كنمسحوا بطريقه هكاك كنضروا الشفتين ديالنا. هنا ناخذوا واحد الاناء ديال الزاج كنديروا فيه جوج معالق ديال زيت الزنجلان وجوج معالق ديال الماء ديال الرز وتقريبا معلقه ديال الماء ورد ومعلقه ديال الحامض. هادو كيكون هاد المكون عندنا في زليفه. ملي كنجربوا اي احمر شفاه ما صلحش بينا كنديروا القطن ونمسحوا بطريقه خفيفه ويعني وكيتمسح بصفه نهائيه، وفي نفس الوقت كيبقى الماء كنرطب وما كينشفش بقي ساعه وكنديروا احمر نجربوا بهذه الطريقه. هنا كنصحوا وفي نفس الوقت كنديروا اللون اللي بغينا وبطريقه صحيحه بلا ما نبقاو نشفوا بالفوطه ولا بالقطن وهو ناشف. حنا كنمسحوا الشفتين ديالنا على الاقل نمسحوا بشي زيت
زيد دائما تكون زيوت باش كنمسحوا بها وزيوت مرطبه وفي نصات كتحيد لنا اللون من الشفتين ديالنا. ويمكن كذلك الصفر ديال البيضه بلديه، الا خدينا صفر بيضه بلديه وجوج معالق ديال زيت العود ومعلقه ديال ديال خل التفاح، كنخلطوا هذا المكون وندهنوا الشفتين ديالنا ونمسحوا بالقطن، راه كنحيدوا جميع اللون اللي الالوان اللي كتكون لاصقه على الشفتين ديالنا وفي نفس الوقت مغذي. وفعلا هو الا مسحنا مثلا البشره ديالنا على العموم يعني من الاثار ديال المكياج وخدينا من الجين ودرنا فيه مثلا اي زيت طبيعي ومسحنا به، يعني كنمسحوا بواحد السهوله وما كنحسوش انه البشره ديالنا يعني كنضروها، في حين انه مثلا ملي كنمسحوا بشي حاجه ناشفه يعني ما كيتحيدش، وبعد نوبات كيبدا يزيد يبانوا دوك الخطوط وهذوك التجاعيد وكنضروا البشره ديالنا. دائما اي مزيل المكياج يكون فيه زيت طبيعي مرتب. نباتي مرطب باش كنحاولوا ما نضروش البشره ديالنا وما نضروش الشفتين ديالنا. هذه دي الطريقه الصحيحه، سواء درنا المكياج يكون داك المكون عندنا باش كنمسحوا به ونجربوا، ودائما المورد والحامض وزيت العود يكونوا حاضرين باش نحيدوا هذا المكياج، يعني مزيل طبيعي ديال المكياج. غادي نبداو بتساؤل ديال المستمعه ديال البارح. كان فاطمه بنتها عندها 4 سنين وعندها المشكل انه الشعر ديالها يعني مشوك بزاف، بغات شي حاجه وناشف، بغات شي حاجه اللي ترطبوا، علما انه البنتها عندها 4 سنين. انا البارح تكلمنا على زيت الكوكو وتكلمت لها على بعض الوصفات الطبيعيه، يعني من الاقتراحات ديالك حافظين الدروس ديالنا. غير هو بغينا بعض الاضافات، لانه دابا الامهات على العموم اللي كيكونوا كيمشطوا لبنتات الشعر ديالهم باش يمشيو للمدرسه يعني، والبنيتات كيف يقوا في الصباح ما كترشقش ليهم على ذاك المشيط، الام كتكون يعني زربانه راه كتمشط يعني هذه كلها دوزنا. لا هي الاخت سناء، الام اللي عندها البنات صغار وشعرهم طويل تحاول بالليل تهلم الشعر ديالهم وتمشط باش كيرطب، دير واحد واحد الطفيره خفيفه ما تزيرش من الفوق، يعني دير واحد الطفيره وتحزم بواحد خويط من خفيف الطفيره، وصباح ملي كتنوض لمسه خفيفه غتطلق داك الشعر وتمشطو. بصح فعلا كيكون كيولي الشعر يعني نازل وبسهوله وبسهوله، وماشي حتى الصباح نبقاو حنا نمشطو المشطه، اولا كيضى الشعر، ثانيا كيوقع التساقط، الشعر كيتقص، في البنت كتوجع، يقدر يكون واحد سوء تفاهم بين الام. هادشي اللي كيوقع في الغالب، وقعنا هادشي في الصاد ديالنا الشعر طويل وبقاو حنا في الليل نهيئوا نوجدوا هادشي بالليل فعلا. وشنو تدهن مثلا الشعر ديالها بالنسبه لهاد البنيته الصغيره؟ كاين المهم الزيوت، كاين زيت الكوك، كل ما تغسل البنيته الشعر تحاول تدهن شعرها بزيت الكوك، كاين قناع اللي هو طبيعي تاخذ جوج معالق، هذا احسن قناع اللي كنصح به اي وحده، يعني جوج معالق ديال الزبده بلديه ومعلقه ديال العسل الحر، يتخلطوا مزيان وكنضيفوا اي زيت عندنا، زيت الزنجلان، زيت الكوك، زيت الكاوكاو طبيعي، كنخلطوا هاد المكونات وكنديروه كقناع على الشعر ديالنا واحد المده ديال 4 ساعة حتى نص ساعه، ومن بعد كنغسلوا الشعر عادي. والملين يعني اللي يكون في الحمام دائما الدرقه كنصح به كعلاج الفروه للشعر، التساقط، لتقويه الشعر، يعني كناخذوا ديك الماده الهلاميه ديال الدرقه اللي كتكون فيه ملي كنغسلوا الشعر للبنت الصغيره، كندلكوا لها الفروه ديال الشعر والشعر بهذا المكون، هذه الماده الهلاميه، كنبقاو 10 دقائق ومن بعد كتشلل الشعر ديالها عادي وتدهن بزيت الكوك. هذه الطريقه صحيحه لتقويه الشعر والحد من التقصف ديال الشعر، وحتى ديك النشوفيه ما كتبقاش. وفعلا عنده البنات في المدرسه وكيمشط لهم الشعر، يعني زيت الكوكو فعال جدا، خاصه انت كيكون مصايب في الدار اولا واخد مخوض يعني من مصدر موثوق، يعني الزغبه كتنزل بواحد السهوله وكترطب الشعر، وخاصه الاطراف الجانبيه اللي تيكونوا ناشفين. بالفعل سناء، لان اي زيت نباتي طبيعي الا وكيعطينا نتيجه، ونتفاداو الزيوت اللي كتباع في الاسواق اللي ما كنعرفوش المصادر ديالها، كذلك زيت الكوك اللي ما كنعرفوش المصدر ديالها، ولاو الناس كياخذوا الشمع ويدوبوه وكيديروا اضافات مصنعه، وبعد ذاك الروح ديال بعض المكونات، الروح ديال الكوك، الروح ديال الفاني، هذه كلها مواد كيماويه كتضاف على هذه الزيوت كتعطينا اضرار على البشره. كتقول لك السيده انا درت زيت الكوك وما دار لي والو لوجهي، راه عطاني بعض الحميرة، عطاني، هذا كيكون المكونات اللي خديتي ماشي طبيعيه 100%. فعلا يعني هذا مهم بزاف هذا الامر. ودابا تبارك الله كاين تعاونيات في مختلف المدن والاقاليم المغربيه، علاش ما نستافدوش من بعضياتنا؟ تا هما كيسترزقوا الله وكيصايبوا حويجات يعني على يديهم، حويجات اللي هما طبيعيين، والحاجه اللي شكينا فيها ما ناخذوهاش. وملي كنمشيو مثلا شي تعاونيه ولا شي جمعيه كيبيعوا هذه المواد الطبيعيه، حنا كنفرحوا لان كتشم الريحه ديال مثلا زيت الكوكو، زيت ارقال مثلا، وكنشوفوا ان دوك السيدات هذا هو مصدر الرزق ديالهم، يعني كيخدموا الحاجه باش نقولوا بضمير وباتقان. شو الاخت سناء، نقول لك الجمعيات المغربيه
اي مناطق المغرب ما كيغشوش، وانا عندي يقين بانه ما كيغشوش. علاش؟ كاين نساء متقدمات في السن وباغيين يخدموا مساكن وكيعصروا واحد الحاجه من نيتهم وما كيغشوش. يعني كتاخذ زيت الكوك، زيت الكوك، زيت الزنجلان، زيت الزنجلان، يعني ما كاينش بدون اضافات او مواد حافظه اللي كضر البشره ديالنا. وكيقدموا لك تبارك الله النصائح، يعني كيقدموا لك نصائح تجميليه لسنوات وهما كيخدموا بها وكيخدموا بديك الطريقه هما في الفعل. واخا ناخذ اول مكالمه. خديجه من اسفي. الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. خديجه مرحبا. طيب بارك فيك. عندي سؤال الحريه. اييه تفضلي. شنو هو؟ عندي مشكل ديال الحبوب في العاده الشهريه، تيخرجوا لي شي حبوب يكونوا عامرين بسميتو بيضان. اييه تكون عامرين بالقيح. واخا. في الحناك ولا في الجبهه؟ فين عندك بالضبط؟ تيكونوا في الجبهه، مره في الحناك. وفي الدراع؟ في الدراع ديالك ما كاينش؟ يكونوا عندك في الجسم ديالك؟ دار بعد خطرات الصدر. هانتي المشكل هنا كيكون مشكل في التغذيه، لان العاده الشهريه ذاك الفتره كنحاولوا ناخذوا الخضر بكثره، كنشربوا الماء بكثره، وتنظيف البشره، وكذلك الحمام. اللي كنمشيو للحمام كنحاولوا ندهنوا الجسم ديالنا بمكونات طبيعيه اللي كتحد من ذاك الافرازات الدهنيه اللي كتسد لنا المسام، وذاك المسام اللي كيتسد ذاك الافرازات الدهنيه ما كتلقى منين تخرج، هي اللي كتعطينا ذاك ظهور ديال الحبوب اللي على البشره وعلى بعض المناطق في الجسم ديالنا، وخاصه المناطق اللي كتكون فيها افرازات دهنيه، كيكون في الذراع وفوق الصدر وفي المناطق ديال اللي كتكون فيها الافرازات الدهنيه بحده. هنا كنحاولوا ملي كنمشيو للحمام، حنا عندنا الغسول البلدي، عندنا الورد البلدي، هادو مهمين نستعملوهم في الحمام وفي الفتره ديال ملي كنغسلو من العاده الشهريه ولا قبل ما تجينا العاده الشهريه بثلاث ايام اربع ايام. كنحاولوا نمشيو للحمام كناخذوا الورد البلدي والغسول البلدي اللي كيكون مشوي على اليد، يعني كنصاوبوه حنا، واحسن غسول اللي كاين في السوق هو الغسول المغربي الاصيل. كناخذوا ذاك الغسول وكنرطبوه، كنديروا فيه الماورد، ويمكننا نضيفوا معلقه ديال الحنه، كنخلطوا هاد المكونات الماورد وكندهنوا الجسم ديالنا مجرد ما كندخلوا للحمام، وكنبقى واحد المده ديال 15 دقيقه ومن بعد كنشلو. وملي كنغسلو ونساليو كنحاولوا ندهنوا الجسم ديالنا بزيت نباتي طبيعي، واللي هو اما زيت الزنجلان، اما زيت الاركان، ولا زيت العود. لما كانش هذا الزيت يمكننا ندهنوا الجسم ديالنا بزيت العود. بالنسبه للتغذيه، نتفاداو الدهون في الفتره ديال الحيض، يعني في العاده الشهريه ناخذوا حاجه اللي سخونه، بحال دابا الحساءات نديروها نطيبوها بالليل، نديروا اضافه ديال شويه ديال الحلبه، شويه ديال مرد الدوش، شويه ديال الفول، هذه تكون حساء في الليل نتعشاو به، نشربوا الماء بكثره، ونتفاداو جميع الوجبات المصنعه ولا الوجبات السريعه، لان كل مضره وخاصه فتره ديال الحيض. احنا الاجداد ديالنا في الوقت ديالهم اللي كانت كتجيهم العاده الشهريه كانوا كيوجدوا لها بحال عندهم عرس، يعني كتوجد الحنه، الورد، الشعير، الحساءات الطبيعيه، البقوله، الدجاج البلدي، يعني كانوا كيوجدوا كيسخنوا الجسم ديالهم باش اي داك السموم كله كتخرج في ذاك الفتره ديال العاده الشهريه، وكتعوض بالتغذيه الطبيعيه اللي ما كانش مشكل ديال فقد الدم، ما كانش ديك الظهور ديال الحب الشباب، ما كانش الشحاله ديال تساقط الشعر، يعني ما كانش مشاكل. هنا فقط نرجعوا نصحوا النظام الغذائي ديالنا، وإلا ما عرفناش كيفاش ناكلوا كاين اختصاصيين ديال التغذية الحمد لله موجودين عندنا في بلادنا، نستشروا معاهم وناخذوا منهم النصائح اللي هي مهمة بزاف. والحمد لله كاين دابا الدكاترة، بلا ما نذكر الأسماء ديالهم، راه كل واحد تبارك الله كيمتاز بالقدرات ديالو، وتحية لهم من هذا المنبر. وهنا دائما ما نعكسوش في الصحة، يعني ماشي أي حاجة نقولوا ما عندناش الحل. اي مرض بالنا على البشرة ديالنا ولا تساقط الشعر إلا وكيكون مرض عضوي، ولا حنا ما عرفناش كيف نتعاملوا مع الجسم ديالنا. فعلا. غادي ناخذ فاطمه الزهراء من الدار البيضاء. الو. الو فاطمه الزهراء. اختي لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله، الله يبارك فيك. مرحبا. الله يبارك فيك. تفضلي فاطمه الزهراء، شنو تساؤلك الحريه اليوم؟ الله يبارك فيك. كي درتي انت بخير؟ صحه لاباس. بارك الله فيك. شكرا. الاخت حريه بخير؟ لاباس. لا لا، بارك الله فيك. لا يخطيك. الله يخليك. عندي واحد ثلاثه الاسئله. هي بنتي صغيره عندها 10 سنين كتعاني من القشره، واخا كندوش لها ديك الساعه كتدير القشره. وانا عندي صغيره في الاسنان. والزوج ديالي لبهاك في يدو. واخا فاطمه، بالنسبه للبنت عندها القشره غير في الشعر ديالها، ما عندهاش التساقط ديال الشعر. البشره شويه، البشره عندها جافه.
لا البشرة عادية ماشي عندها القشرة، عندها البشرة دهنية وعندها القشرة ماشي جافة. أيه بشرة دهنية ماشي جافة. دهنية البشرة. أنا في هذه الحالة هذه كنقول لك استشارة طبية دي عند طبيب ديال الأطفال ياك، لأن كيكون خلل في الغدد الدهنية يعني كيكون فيهم الإفرازات ما كتكونش يعني مقادة في الجسم ديالها، ربما من التغذية من سوء التغذية، أن البنت ما كتغداش مزيان، ما كتعطيهاش الخضار، ما كتشربش، ما كتشربيهاش الماء، البنت ما كتلعبش يعني مزيان باش الجسم ديالها يخدم. أنا كنصحك شوف واحد استشارة طبية والتجأ للعلاج الخارجي اللي يمكن لي نعطيك أنا بوصفات طبيعية. بحال دابا تقدر دير لها في مثال صفار بيضة بلدية ومعلقة ديال اللوز الحلو مطحون وثلاثة المعالق ديال زيت العود ومعلقة ديال خل التفاح، تخلط هاد المكونات وديريهم لها على الشعر ديالهم على شكل قناع وتخليها مدة ديال 30 دقيقة ومن بعد تغسل الشعر ديالها، ودائما التشليلة ديال الشعر شليلها بخل التفاح، يعني تاخدي خل التفاح الطبيعي ديري مثلا ديك السيترو ديال المطايب وتكبي عليه جوج معالق ديال خل التفاح وتكون كتشليلها الشعر ديالها والجسم ديالها كله، ولكن خل التفاح الطبيعي يعني اللي معصور التفاح كنصوبوه اللي هو كناخذوا واحد الكميه ديال التفاح كيلو ولا اللي عندنا كنغسلوه مزيان ونشفوه ونديروه في واحد الانيه ديال الطين ونمسحوه مزيان ونغطيو داك الانيه مزيان ديال الطين بواحد التوب والميكا باش الهواء ما يدخلش فيها، وكنحسبوا 40 يوم ومن بعد كنحلوا عليها 40 يوم كنحطوه في واحد داك القصريه اللي كنعجنوا فيها وكنبقاو نمعكوا داك التفاح مزيان حتى كيخرج داك الماء كله، من بعد كنصفيوه هذاك هو خل التفاح الطبيعي يعني خالي المواد اللي فيها المواد الكحول اللي كتكون عندها تاثير على الصحه ديالنا. واخا بالنسبه للصفيره ديال الاسنان خصها تشوف الطبيب ديال الاسنان، تشوف داك الصفيره منين، واش من غير الصفيره كيكون على الواجهه ديال الاسنان ولا مشكل كاين في في في, في, في داك العظام ولا اللثه، يعني هذه كلها مشاكل ما يمكنليش انا نشخص لها، الطبيب اللي غادي يشخصها ديال الاسنان هي فقط يمكن لي نعطيها باش تشلل الفم ديالها مثلا، يعني كناخذوا زيت العود تكون واحد المضمض يعني المضمضه يوميا بالليل بقشور ديال الرمان مطحونين وزيت العود، كناخذوا في مثلا واحد 3 المعالق ديال زيت العود ومعلقه ديال قشر الرمان، يمكن نضيفو حتى معلقه ديال الشيح مطحونين مزيان على اليد، وكنبقاو نديرو مضمضه للاسنان ديالنا واللثه ديالنا، وكنعاوتاني 3 المرات 4 المرات مده 10 دقائق، وهنا نقدروا نتفاداو هاد المشاكل اللي كيكون ديال الصفيره اللي كيكون غير فوق اللثه. كناخذو كذلك العود الاراك، كنديرو قشور ديال الحامض والقرفه، كناخذو واحد الكميه ديال قشور الحامض مطحونين والقرفه يعني معلقه معلقه، وداك عود الاراك كنغمسوه في داك المكونات واللي كنديرو بحال الشيته، هو بحال الشيته هو هي بالاحسن السنان نتفاداو الشيته، لان الشيته ملي كنبقاو نستعملوا السنان اليوم على غدا راه كتهرب لنا اللثه على الاسنان ديالنا، من الاحسن نبقاو في العود الاراك نحكوا به الاسنان ديالنا، والمضمضه بالملحه بالقشر الرمان بالزعتر بازير، مضمضه مع زيت العود يعني رائعه للاسنان، وكذلك الملحه مع زيت العود رائعه للاسنان، وكيبقى ديك البقايا ديال الطعام اللي كتكون كناخذوا واحد الخيط من الصيدليه كنجبدوا داك البقايا اللي كتكون ديال الطعام من الاسنان ديالنا وتشلي الفم بالماء الملح كافي باش نطفوا السنان ديالنا. وفعلا حريا داك عود الاراك يعني ملي كنفلحوه يعني كيتحلوا لي دوك الخيوط ديالو يعني كيولي بحال شي تسنان، وملي كنرطبوه في بعض المواد اللي ذكرتي كيبدا يرطب بسهوله بسهوله، كنحكوا به الاسنان ديالنا ونديروا به تقشير للشفتين ديالنا. واخا معنا اميمه هبه من مراكش. الو 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 هبه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام كي دايره لاباس عليك؟ الله يبارك فيك هبه شكرا لك مرحبا. بارك الله فيك. كي دايره الحوريه لاباس عليك؟ كي دايره صحيحه؟ لاباس بارك الله فيك. لاله الله يخليك. عافاك انا عندي شي سميتو شي مشاكل في البشره بغيت تساعديني الله يستر. يا مرحبا مرحبا. اول سميتو اول حاجه عندي سميتو عندي البشره ديالي الجلد ديالي كله ناشفه يعني هكذا لدرجه انه كتشقق وكتبقى تقرصني الجسم ديالك كله. كله الجسم ديالي كامل. ومؤخرا سمعتك قلتي انه على سميتو على الشربات ما كنديرش شوربه معينه، كندير غير يعني هكا سميتو الشوربه ديال الخضراء كنديرها باش ما كان عندي في الثلاجه في الخضراء كنزيد عليها شويه ديال زريعة الكتان بلا ما هكاك حبوب بلا ما مطحوناش ولا شويه ديال الزنجبيل وكنشربها بالليل. وسميتو السؤال الثاني عافاك عندي واحد سميتو فوق هذيك البلاصه ديال سميتو ديال المستاج ديال الزيت عندي انايا خرجت لي فيها واحد الصنطه سميتو جايه تقريبا القهوي ما كاينش الشعر، ولكن كاين واحد الصنطه ديجا بحال هكا اللي شافها من بعيد كيقول لي راه عندك سميتو راه عندك الشعر في هذيك البلاصه، وهي راه غير الصنطه ما كاينش الشعر ولكن كانت ديك الصنطه قهويه،
وعندي سميتو عندي السواد يعني الجسم ديالي كله دوك البلايص اللي كنعري وداك الشيء كلهم كحلين كحلين بالشمس وكاين الحمد الجلد ديالي هكذا سميتو بلايص بيضين وبلايص كحلين برستوني صراحه. واخا بالنسبه لشحال العمر ديالك؟ 24 سنه. ما عندك مشكل ما كاخدي عمرك ما خديتي شي دواء ديال الحساسيه ولا؟ لا لا ما عندكش شي مشكل عضوي؟ لا لا مشيتي عند الطبيب؟ مشيتي عند الطبيب؟ لا مشيت عند الطبيب والحمد لله التحاليل كلها مزيانه غير فقر الدم وسميتو كنخدت عليه الدواء والحديد وداك الشيء. هادشي اللي بغيت نقول لك انا فقر الدم والدواء ديال فقر الدم هو اللي كيدير الجفاف ديال البشره الا ما كانتش التغذيه عندك مقاده. دابا ننصحك اولا الجفاف ديال البشره وديال الجسم كله راه كيكون ناتج على قله المياه والتغذيه ما عندكش مقاده مزيان. نظمتي التغذيه ديالك يعني خديتي شربتي الماء بكثره جوج انت خصك دابا جوج يطرو حتى ثلاثه يطرو الماء في النهار. خصك الخضر بجميع الاشكال ديالها تاخديها الاقل واحد 4 كيلو ديال الخضره في النهار. ديري حساءات ديال الزرع ديال الشعير ديري المحاليل يعني بالزعتر بالريحان بالمردوش كل ليله ديري واحد المحلول معين وتشربيه. الحمام دائما خصك تدهني الجسم ديالك بزيوت طبيعيه يعني زيت الزنجبيل الو زيت الكوك الو 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 عرفتي عافاك علاش بغيت نسولك حيت انا الصراحه كنستعمل زيت العود ما كنستعملش شي زيت واحد اخرى كنستعمل غير زيت العود مي ما كنتش كندهن بها. يلاه مؤخرا فاش سمعتها قلتيها ديتها للحمام يعني هذه اللي كناكلو ديال الدار عادي مزيان مزيان غادي تلقى استحسان تبعتيها راه غادي تلقى استحسان صافي شكرا وعافاك الله يعطيك السر. بغيت نمر التليفون ديالك عندي مازال شي مشاكل حدا اخرى غير ما بغيتش ما كاين مشكل مرحبا فضلها حريه يعني واحد السؤال ديال الاخت اللي عندها البهاك الزوج ديالها انا ما يمكنليش نعطيها شي حاجه الا وحتى دير واحد التحليله ديال السكوتش باش كيشوفوا النوع ديال البهاك اللي عنده ربما يكون براس ولا بهاك ولا شي شامبينيون اللي كيكون يعني موسمي كيكون غير واحد المواسم يعني من الاحسن تاكد من المشكل اللي عندها ونعطيها يعني كاين زيوت اللي غادي تدعم بها ان شاء الله. واخا عاد بالنسبه يعني التساؤل ديالها مثلا ديال المستمعه ديال دابا يعني زيت العود اللي ذكرت يعني الواحد ما خصوش يتعرض لاشعه الشمس هو دهن به بالليل بالليل دهن به ملي تجي تخرج الصباح. دابا راه كاين البطاطا الحلوه نستغلوها دابا يعني نستغلوا اي حاجه كاين الرمان غادي نستغلوه والبطاطا الحلوه غادي نستغلوها يعني كناخذوا البطاطا الحلوه كناخذوا منها واحد الطرونش كنقطعوه ولا كنعصروها داك الماء ديالها كندهنوا به الجسم ديالنا كله ملي كنبغيو نخرجوا للشمس وخاصه الناس اللي كيعملوا في الحقول ولا يعني هذيك الاشعه ماشي ان الجسم ديالنا مغطي راه ما غيوصلش راه كتوصل ديك الاشعه ديال الشمس كتدخل كتدخل داخل الجسم. دائما دهنوا الجسم ديالنا بالبطاطا الحلوه دابا كاينه كاين الرمان دابا نستغلوه في العصير يعني ناخذ الرمان هذا رائع للناس اللي عندهم مشكل ديال فقر الدم واللي عندهم مشكل ديال العياء كناخذوا في المثل هذا عصير جديد اللي غيلقاو عليه استحسان. كناخذوا اللفت الابيض حنا كنعرفوا اللفت فيها واحد النسبه ديال الزنك نستغلوه وخاصه الناس اللي عندهم مشكل ديال داك التعب وديال العياء كناخذوا ربعه ديال اللفت كنسلقوه في الماء وداك الماء كناخذوا واحد الرمانه وكنقشروها وكنطحنوا داك الرمان مع داك اللفت وكنعسلوه بالعسل الحر وكنضيفوا اضافات ديال جوج معالق ديال القرقع مطحون ولا جوج معالق ديال الزنجان. هذا عصير رائع حتى الناس اللي غياكلوه كيحسوا بداك التعب ما غيبقاش عندهم وحتى داك الطوابع ديك البقع البيضاء اللي كتكون على البشره ما كتبقاش يداوموا عليه مده ديال 15 يوم حتى 20 يوم وغادي يلقاو استحسان ديالو. دابا الرمان راه كله كاين يستغلوه ويستعملوه بهذه الطريقه هذه لانه رائع ويحسوا باستحسان. واخا للاسف كان معنا السي عبد الله نتمنى ترجع تواصل معنا لانه انقطع الخط قبل ما نتعرفوا على التساؤل ديالو. مستمعه كتسولك هي بغات قناع المضاد للتجاعيد ومن شهده ديال النحل. بالنسبه للقناع ديال التجاعيد كناخذوا داك الشمع ديال النحل كندوبوا جوج معالق كنضيفوا صفار بيضه بلديه ومعلقه ديال العسل الحر هذا رائع ضد التجاعيد وكيقاوم التجاعيد. يمكننا ناخذ داك الشمع ديال النحل كندوبوا منه جوج معالق وكنضيفوا معلقه ديال القرقع مطحون ولا معلقه ديال الكاوكاو كنخلطوا هذه المكونات وكنضيفوا معاه جوج معالق ديال زيت الزنجلان هذا قناع رائع للحد من التجاعيد. حنا التجاعيد دائما خصنا الترويض ديال البشره يعني كنديروا له التدليك هذاك واحد النوع ديال الترويض كنديروا التدليك والتنظيف يكون يومي بالليل لان نتعودوا على البشره ديالنا ننظفوها يوميا بالليل باش نتجنبوا المشكل ديال التجاعيد. كناخذوا الماء ورد وكناخذوا الزيت ديال القرقع
يعني كناخذوا 3 المعالق ديال المواد ومعلقه ديال جزء القرقع، بها كننظفوا البشره ديالنا يوميا بالليل كمنظف للبشره وكذلك مضاد للتجاعيد. وهذا القناع كنديروه مده 20 دقيقه ومن بعد كننظفوا دائما بالماء اللي فيه المعدنوس، يعني كننظفوا بالماء دافي، ومن بعد الماء بارد كيكون عندنا في الثلاجه محطوط، يعني ربطه ديال المعدنوس كتقطع وكنضيفوا عليها جوج معالق ديال جوج كيسان ديال الماء طايب، وفي ذاك المعدنوس هو اللي كننظفوا به البشره ديالنا. هذه طريقه صحيحه باش نتجنبوا المشكل ديال التجاعيد. نشربوا الماء بكثره، نشربوا الماء بكثره، كذلك نحافظوا على التغذيه ديالنا، لان التغذيه هي السبب ديال المشاكل كلها التجميليه. الا ما عرفناش كيفاش ناكلوا وشنو كناكلوا راه غنطيحوا في مشاكل تجميليه، واخا نديروا اقنعه خارجيه راه ما غنوصلوش للنتيجه. معنا خديجه من الرشيديه. الو الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. لاباس؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. مرحبا خديجه. ممكن اختي نهضر مع خبيره؟ اي مرحبا لاله. السلام عليكم. وعليكم السلام. اختي بغيت نعطيك واحد السؤال ديال انا وعندي الافرازات. مهبليه. افرازات مهبليه. شحال العمر ديالك؟ انا في عمري 30 عام. شفتي الطبيب؟ ايه مشيت للطبيب جوج مرات. ايه وخرج لي الدواء، ومع ذلك دوك الافرازات كيتسببوا لي مشكل بزاف مع الزوج ديالي. واش عندك الحكه؟ لا ما عندي. ما عندكش الحكه، غير الافرازات عندك مجهده ياك؟ غير الافرازات عندي مجهده. واه بالنسبه لهذيك الافرازات يمكن لي ننصحك بواحد النصيحه اللي هي كانوا كيديروها جدودنا، يعني قشر الرمان والورد البلدي. كتاخدي جوج معالق ديال الورد البلدي وجوج معالق ديال قشر الرمان. غير هو قشر الرمان خصك تاخديه من المكان يكون معروف، ما يكونش قديم. دابا الرمان راه كاين، استغلي ذاك الرمان اللي كيتباع، غسليه مزيان وقطعيه وطيبيه في الماء، وذاك الماء هو اللي كتبقى ديريه كحمام للمنطقه الحساسه، لان كيساعد في ذاك المشكل ديال الافرازات الدهنيه اللي كتكون بحده. ولا كديري واحد الحمام، الحمام المهبل، يعني كتاخدي واحد السطل وديري فيه واحد النسبه ديال الخزامه، يعني واحد المعلقه ديال واحد الحفنه ديال الخزامه، وديري جوج معالق ديال الزعتر حتى 3 معالق ديال الزعتر، وكتكبي عليه طرو ديال الماء طايب، وكتحاولي تجلسي على ذاك البخار ولكن حتى يبرد شويه باش ما تحرقش، يعني يطلع الدخان، وغتحاولي تسدي ذاك السطل، كتجلسي وتشدي ذاك البخار. البخار هو اللي كينظف من الداخل، يعني ذاك اللي كينشف وكيساعد في النشوفيه ديال المناطق الحساسه. بالنسبه للشوربه اللي يمكن لك تستعمليها اختي، خذي اللي الشو الاحمر، يعني الكرنب الاحمر، وتاخدي منه واحد ربعه، وتاخدي القرعه السلاويه، يعني ربعه ديال القرعه السلاويه واللي الشو الكرنب الاحمر، كطيبيه في الماء الكافي وكطحنيه، وكتضيفي له جوج معالق ديال السلميه، وكتحاولي هاد الشوربه تكون عندك يوميا بالليل، لان كتساعد وكتعطريها بالسكنجبير. يعني هذا شوربه كنصح بها الناس اللي عندهم مشكل ديال الافرازات، يعني وكتعطيهم الازعاج مع الازواج ديالهم، هذه رائعه ويداوموا عليها. وكيف ما قلتي حوريه، على اساس انه يعني دارت استشاره طبيه عند اختصاصي في امراض النساء والتوليد، يعني متبعه الدواء ديالها، ولكن من بين هاد النصائح اللي كنا تكلمنا عليهم، يعني درنا حلقه خاصه، هو انه الواحد ما يلبسش النيلو في الملابس الداخليه تفادى القطن، وعاد بالاضافه على انه يعني صابونه الحجره بالخزامه اللي كنت عطيتيني يعني هائله، وهادو بجوج مجوج المواد اللي هما مزيان، وخاصه الخزامه يعني هي وعاد كاين بعض السيدات اللي بعض الكريمات اللي يعني كيوصلوا يعني لبعض المناطق اللي هي حساسه، وكتكون يعني هي اصلا المنطقه اللي هي حساسه كدير داك التهيج ديال البشره، وكتقدر تعطي يعني بعض المشاكل اللي حنا في غنى عنها الا ما درناش. كاين كريمات مصنعه اللي الا درناهم على البشره ديالنا او على اليدين كنحسوا بحال كيحكونا. هي احسن حاجه للمناطق الحساسه والافرازات ديال المهبل دائما فوطه ديال القطن، نديروا فيهم الخزامه، نديروا فيهم الزعتر، ازير يكون منقي مزيان مغسول، كنديروا داك المكونات في داك الخرقه ديال القطن، وكنديروها مع يعني مع مع كنحطوها ونطلعوا يعني الخزامه معروف انا مضاده للبكتيريا والجراثيم الفطريه، وكتنشف يعني حتى الافرازات ما كتبقاش. هذه الطريقه صحيحه، ونتفاداو داك السرى السليبات اللي كيتباعوا في الاسواق، يعني ديال النيلو ما كنعرفوش المصدر ديالها، لان الالياف ديك السليبات اللي كتكون ما كنعرفوش المصدر ديالها، الالياف مصنعه، كيكون واحد التفاعل ما بينه وبين المنطقه الحساسه، وخاصه الناس اللي كيعانوا من داك الضعف ديال الخمائر اللي كتكون واقي ديال المنطقه الحساسه وديال المهبل. يعني هنا نحتاطوا، راه ماشي ان السليب نلبسوه راه ما كيضر، لا بالعكس كيضر، راه مجرد ما كتلبسوا كتكون ديك التفاعل، ديك مجرد ما كيسخن شويه راه كيعطينا اضرار، كيعطينا حكه، كيعطينا احمرار، كيعطينا السواد،
هذه كله نحتاطوا منها لان السليب ناخذوه من 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 القطن من القطن يعني كيمتص العرق ناخذوا جوج غاليين احسن ما ناخذوا 20 فعلا ولا نتعرضوا للامراض الجلديه الخطيره. وبالنسبه لصابون الحجره مع الخزامه داك مركز ديال الخزامه يعني فعال لا سواء نصبنوا به يعني هذه الملابس الداخليه وحتى الوليدات الصغار دابا ولينا كنشوفوا حنا تكلمنا على هذه النقطه بنيتات صغار وليدات مازال نديروا حلقه ان شاء الله على هذا كيميلوا مثلا هي الوليدات ما عارفينش لانه كتشوف واحد الرسوم في هذاك الملابس الداخليه كتبغي انه تشري يعني ولكن الام اللي المسؤوليه ديالها ناخذ حوايج اللي فيهم قطن. شاتي واحد النقطه مهمه سناء لان داك السليباس كيكونوا فيه مكياس والصباغه اللي مصوبه منهم راه اخطر حاجه هي ديك الصباغه اللي الناس ما كيعرفوش المصدر ديالها وهي كتكون هي اللي كتعطينا مشاكل والفتيات الصغار كنلقاو دابا عندهم الحكه المناطق الحساسه كنلقاو التبول كنلقاو الحرقه في التبول الحشاك يعني هاد المسائل كلها نتفاداوها حنا. سليبات ديال القطن نشريوهم من الاماكن المعروفه نصبنو بصابونيه ديال الحجره الطبيعيه ولما لا نديرو الصابونيه ديال الخزامه يعني الطبيعيه نصبنو بها سليبات الداخليه يعني الملابس الداخليه كلها هذه باش نتفاداو المشاكل اللي ولا دابا كنتعرضوا ليها حنا شخصيا. فعلا نذكروا بالصابونه ديال الحجره لانه نبغي السيدات انه حنا مازال ان شاء الله كيف ما قلتي نتكلموا على هذه النقطه على اساس انه الخزامه كتنقى وكدار في المطايب وهذاك الماء كنصفيو وهذاك الماء هو اللي كنخلطوا معاه صابونه ديال الحجره يعني بعد ما كان صابونه ديال الحجره الاخت سناء راه دابا ولا كيتباع في الصيدليه يعني معروف ومن باش نتيقوا حنا نمشيو للصيدليه ناخذوا صابون طبيعي ما فيه حتى روائح يعني فيه طبيعي 100% هو اللي كنضيفوا عليه اضافات ديال الخزامه ديال الزعتر ديال المعدنوس هذه كلها يعني يمكننا نتفادوا هذه المشاكل اللي كنتعرضوا ليها. فعلا معنا مكالمه اخرى غادي ناخذوا مكالمه اخرى بعد نرجعوا بالنسبه للشوربه اللي تقترحي للمستمعات. فاطمه من فاس. فاطمه من فاس. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. فاطمه مرحبا. انا اخت سناء كثير انا بس الله يبارك فيك. لاله مرحبا. شوفي عفاك عندي واحد ثلاث سؤالات اخت سناء الله يرحمها. شنو هما؟ انا بغيت شي وصفه بشرتي حساسه وبغيت شي وصفه للتجاعيد وشد البشره سمعتها دابا قالت واحد الوصفه للتجاعيد ما عنديش انا شمع النحل وما لقيتوش. شنو اللي ما لقيتيش؟ شمع النحل اييه واخا ما لقيتوش تعطيني شي وصفه غير اللي عطات قبيله اييه حساسه وعشوف انا كنحيد من يديا الشعر وهذا وفي الجذور ديال الشعر كحلوا يديا مع ان بشرتي بيضاء وعندي دوك النقيطات كحل وعشوف بغيت شوفة ديال تعطير الجسم بعد الحمام وكذا الرائحه طيبه واخا وشكرا. ما كاين حتى مشكل. نبداو بالبشره الحساسه اللي عندها. بالنسبه للبشره الحساسه اي قناع ديرو هي تضيف معاه معلقه ديال الورد البلدي. حنا كنعرفوا الورد البلدي من بين الاعشاب اللي كتنظف لنا البشره واللي كتحافظ لنا البشره من اي مشاكل. دائما القناع درنا الشمع ديال النحل درنا اصفر بيضه بلديه درنا معلقه ديال العسل الحر قناع ومع اضافه ديال زيت الزنجلان ولا زيت البلديه دائما ديروا لك معلقه ديال الورد البلدي مطحونه مصوبه على اليد هذا قناع فعال. بالنسبه للمعطرات حنا كنعرفوا جدودنا كانوا كيديروا الحنه الورد البلدي السنبل الخزامه القرنفل كناخذوا واحد الكميه وكنديروها في الغسول يعني هاد الاعشاب كنسقوا بها الغسول ملي كنبغيو نخرجوا من الحمام كندهنوا الجسم ديالنا بهذا الغسول اللي فيه هاد الاعشاب ومن بعد كنديروا واحد الزيت نباتي اللي كيتثبت داك الرائحه وكتبقى يعني مده واحد المده طويله والجسم ديالنا ما كيكونش داك التعرق فيه الرائحه الكريهه. بالنسبه للمناطق الحساسه يمكن لا تاخذ قشر رمان يعني كتاخذ واحد الكميه ديال قشر رمان مع زيت نباتي اي زيت نباتي وكدهن المناطق الحساسه لان كيحد من داك التعرقات وداك الروائح الكريهه. بالنسبه التجاعيد عطيتها القناع ديال التجاعيد المشكل الاخر اللي عندها كانت التجاعيد يعني قالت لك ما عندهاش الشمع ديال النحل عطيتي واحد الوصفه ديال الشمع النحل عاودتها دابا بالنسبه للنقط داك الشعر اللي كتحيد بالنسبه للشعر اللي كتحيد كيعطيها النقط الكحوله في الكحوليه هي كانت كتحيد بالخيط تحاول دائما قبل تدهن بزيت الذره يعني قبل النهار دهن بزيت الذره باش داك الزيت كيتسرب للجذور ديال الزغبه ومني كتحيدها كتحيدها بسهوله وكتكون موجده العصير ديال الخيار والعصير ديال النعناع يعني كندقوا النعناع كناخذوا منه ديك الماء ديالو ثلاثه د المعالق الماء ديال النعناع والنعناع يكون بلدي ما يكونش فيه الدواء وكنمشيو للماء ديال الخيار وكنخلطوا هاد المكونات مجرد ما كنحيدوا الشعر كندهنوا داك المناطق اللي حيدنا منها الشعر مره على مره كيخفف ديك الكحوله ديك الكحوليه وانه زيت الذره كيخفف من دوك الالام من الالام ديال الشعر حتى ديك الشعره ملي كنحيدوها يعني كتكون المكان ديالها عريض شويه داك الخل والنعناع كيسد المسام يعني حتى ديك الزغبه ما كتطلعش بسهوله وكتطلع رقيقه ومع الوقت ان شاء الله غادي تحيد
ولكن يداوموا على هذه العمليه هذه لان مهمه جدا للطريقه باش نحيدوا بها الشعر في الجسم ديالنا. والسيده اللي عندها الكحوليه فوق الدقن ديالها بحال الخط ما بين الانف والمنقد المنطقه ديال المستاج يعني ما عندهاش الشعر هذيك نقدر نقول انا كانت كتحيد الزغب بلاستيغ لان لاستيغ كدير هذه الاعراض هذه مع الوقت كانت سخونه كتكون سخونه كتدير هذه الاعراض. انا فقط نقول لها دير معلقه ديال اللوز والماء ديال الكرنب يعني تاخذ المعلقه ديال اللوز الحلو وتخلطه بالماء ديال الكرنب وقطرات ديال الزيت اي زيت عندها كدهن داك الدهن هي الوجه ديالها كله وتركز على ديك المنطقه اللي عندها فيها السواد وتداوم عليها راه كتعطي نتيجه. واخا معنا خديجه من الدار البيضاء. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله خديجه مرحبا لاله. الله ربي يخليك. بغيت اختي نسول حوريه الله يجزيك. تفضلي يا لاله مرحبا. عندي بنتي عندها 7 سنين كيتفرقعوا ليها شي حبوبات في الشعر ديالها ما كيتفرقعوش كيديروا طبقات الشعر ديالها الشعر شفتي الطبيب شفتي الطبيب لاله؟ لا ما شفتوش لاله. اختي من الاحسن شوفي الطبيب واخا غير طب العام سير طب العام استشري مع الطبيب وانا غادي نعطيك باش ان شاء الله واخا حبيبه. واحد المسافه ديالي انا عندي الكلف انا عندي 40 عام عندي الكلف جاني تحت العينين ديالي وكياكلني. واش فيه الحكه؟ لا كلف كلف كياكلني. هي كيحكك كتحك وكتاخذي مانع الحمل؟ كناخذ ولا مانع الحم كتاخذيه منك راسك ولا من استشاره طبيه؟ لا مني راسي اختي. لا شوف هذا هو الغلط. دابا مانع الحمل ملي كيعطي هذه الاعراض هذه دائما مشيو عند الطبيب ديالنا نستشروا معاه شوفي شنو اللي واتي اللي ربما يكون عندك انت الهرمونات اللي كتاخذي راه عندك انت في الجسم ديالك وكتزيدي كيكون افراط فيهم هو اللي كيعطينا هذه الاعراض. سيري عند الطبيب ديالك وديري التحليلات والطبيب غادي يعطيك النوع ديال الهرمونات اللي غادي يكون عندك مانع الحمل في الجسم ديالك. تقول لي مثلا اختصاصي في امراض النساء والتوليد هو المانع الحمل اللي كنت كناخذ دابا حسيت بعض الاعراض باش هو كيشوف ربما يعطيها بعض التحاليل باش يعرف شنو هو المانع الحمل اللي غادي يلقى. هذه النصيحه كنصح بها اي امراه ان مانع الحمل ما تاخذوش اي راه ماشي فاني ماشي فلو يعني راه مانع الحمل هذاك راه ماشي ماشي اي راه ماشي سهل راه ندخلوا واحد الجسم واحد الهرمون الجسم ديالنا وحنا ما عرفناش المشكل اللي عندنا الجسم ديالنا داخلي. من الاحسن استشاره طبيه. نختموا ببشرى من الرباط. الو بشرى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الله يجازيكم بخير على هذا البرنامج. الله يبارك فيك. شكرا لك بشرى مرحبا. الله يخليك. بغيت نسقسي الخبيرة على عندي مشاكل مع البنية الصغيرة ديالي. الله يخليها لك لالا مرحبا. الله يبارك فيك لالا. الله يخليك للجميع. اللهم امين. عندي بنية عندها 4 سنين ونص وعندها المشكل كتحك الجلدة ديال شعرها بزاف ما يعني كتحك حتى في المدرسة لاحظوها فيها قالوا لي يعني ميتريس المربية قالوا لي راها كتحك بزاف راسها. غير الراس ماشي الجسم ديالها؟ نعم لا غير الفروة ديال الراس فقط. ما عندهاش شي مشكل مرضي ولا شي حاجة؟ لا ما كاين حتى شي حاجة. بنيتها نقيقية مقابلاها ما عندها زعما نقولوا لا القمال ولا سيبان ولا معلومة غنعطيك بين قوسين أن البنت عندها الحملة سخونة كتعرق بزاف وكتصهد كتعرق بزاف. المهم هو التعرق دابا كنحاول نفرق ليها شعرها على جوج نبدل ليها المشيطات باش الشعر يتحل باش ما يبقاش مقبوط في جهه وحده. واخا مع ذلك كتحك انا كنحفظها وهي كتحك تاكل وهي كتحك. واخا انا غادي نعطيك دابا غادي نعطيك واحد المكون ان شاء الله غادي تلقى عليه استحسان. تاخذي غير وحاجه عافاك اونتر بارونتيز عندها الشعر ماشي رطب بزاف. دابا انا خاف ندير شي برودوي عاود يزيد يكمل شعرها. لا ما دير لها حتى شي برودوي. تكلمنا على زيت الكوكو راه مزيان. بالنسبه للمشكل اللي عندك لاله غتاخذي النخاله كاس ديال النخاله غترطبيه في جوج كيسان ديال الماء تخليه يبات ليله كامله وفي الصباح كتسلقيه كطيبيه في الماء مده 4 دقائق كتصفي داك الماء ديال النخاله كتجيبي ربطه ديال الكرافس ربطه ديال الكرافس يكون كرافس بلدي يعني ما فيهش المواد كيما داك الدواء كندقوا كناخذوا ديك الماء ديالو شحال ما عطانا هذا الماء كناخذوا نفس الكميه ديال الماء ديال النخاله. وملي تغسلي لها الشعر ديالها تشلي لها بهذا المكون هذا والشامبوان تغسلي لها بشامبوان ديال النخاله يعني طيبي النخاله كاس ديال النخاله ترطبيه في جوج كيسان ديال الماء وطيبيه في الصباح عاوتاني ومن بعد كتصفي داك الماء وكتضيفي له جوج معالق ديال الشامبوان للاطفال ومعلقه صغيره ديال الشيح يعني الشيح كطيبيه وتاخذي ديك الماء ديالو كتخلطي هذا الشامبوان تبقى تغسلي به الشعر ديالها
وهذا ما يكفيكش انك ما منعكش انك ما ديريش الغسول البلدي. الغسول ديريه ترطبيه بالماء ورد والشيح، يعني كتاخدي الغسول البلدي مشوي وكتطيبي الشيح والورد، وداك الماء هو اللي كتسقي به الغسول، هو اللي كديريه لا في الشعر والجسم ديالها كله. نختم بواحد الشوربه اللي ننصح بها النساء دابا، ياخذوا اللفت، ربعه ديال اللفت وربعه ديال القرعه السلاويه وبصله وحده والعضومه ديال التمر، معلقه ديال العضومه ديال التمر، القرعه السلاويه واللفت وبصله وحده والعضومه ديال التمر جوج معالق، يعني العضومه مطحونين بحال محل متبيلات، وثلاثه ديال المعالق وثلاثه ديال الدروسه ديال الثومه. كنطيبوا هذه الشوربه ونطحنوها ونسموها بالمرد الدوش، ويتبعوها العيالات والرجال. هذه كتنقي الرحم، كتقوي وكتزود لنا الجسم بالمعدن ديال الزنك، رائعه وفعاله، وخاصه الناس اللي كيعانوا من المشكل ديال البروده الجنسيه. شكرا لك بزاف حورية شويخ، مشكور جدا على كل هذه النصائح والمعلومات التجميلية اللي قدمتينا اليوم في خصوص تشقق الشفتين. قبل ما نختم كنقدم تعزية للسيدة سعيدة من سمارة والزوج ديالها في وفاة الأخت الزوج ديالها يعني لوستها، فالله يرحمها ويجدد عليها الرحمات هي وجميع الأموات. شكرا لكم مستمعينا على الوفاء ديالكم للبرنامج لالا مولاتي. مشكورة جدا خبيرة الشعر والتجميل حورية شويخ على كل هذه النصائح التجميلية اللي قدمتينا اليوم. تفضلي حورية. لا ما يخفاش انني نقدم واحد التعزيه للشاعر الكبير الاستاذ محمد بن ميمون مدينه الشاون، تعازينا الحره له والاسره الال زيطان وال العالمي وال العمرتي، وانا لله وانا اليه راجعون. الله يصبر الاسر ديالهم. ما نساوش غدا ان شاء الله ابتداء من 11 ل 12 ضيف لاله مولاتي غادي يكون حاضر معنا الدكتور علي بدوش، طبيب اختصاصي في امراض وجراحه المسالك البوليه، وغادي نعرفوا معاه شنو هي امراض البروستات عند الرجل. يمكن لكم انكم تواصلوا معنا ابتداء من 11 ل 12. لكم تحيات مجدوني علامة الإدريسي اللي رفقتنا اليوم في الإخراج والبرمجة الموسيقية، وسميحة شوبي مشكورة جدا في التنسيق واستقبال مكالماتكم الهاتفية. ونتمنى لكم بقية أوقات ممتعة جدا برفقتنا على ميد راديو الإذاعة القريبة منكم.